أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن توطين وزيادة قاعدة التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز يعد من الدعائم الرئيسية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي ينفذها قطاع البترول في التوقيتات المحددة. تصريحات الملا جاءت خلال تفقدي لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروجيت ومتابعة واستعراض نتائج تطوير ورش تصنيع المعدات لتعظيم المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج. أضاف الملا أن قطاع البترول حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلي اللازم لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية الجديدة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيلها تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحها وتشغيلها رسميا في منتصف يونيو الماضي. أشارت الهيئة في بيان لها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات. يذكر أن هذا الميناء يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ويساهم في منع تكدس الحاويات في الموانئ البحرية من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت ما يقرب من 3.9 مليار جنيه. هذا وقد ربح فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق رابحة 61 مليار جنيه، وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21,232 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي جديد. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3807 نقاط. هذا وصعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنحسر ونسبيا موجة صعود خلال الأيام الماضية في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في الأراضي المحتلة. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 4% لتصل إلى $90.55 للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب5% لتصل إلى $87.28 للبرميل. كان الخامان صاعدا بنحو 6% في آخر تداولتهما الرسمية في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ إبريل الماضي. مشاهدي الكرام، تأتي هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.